فصل في أركان الصلاة. من فصلك بحث كائن الركن كان نيش. وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعة. معنى الصلاة لغة وشرعا بيش كوتوا له بس ما كنت هذا دوباتي ناكينه. وأركان الصلاة 18 ركنا. ركن كائن نيش هجددان الركن. شون أحدها النية. يكم لو هجدانا لو هجددانا يا نية هنانا نية شيء وهي قصد الشيء قصد اشتكب كي ولي حالي أو شيء واب مقترنا بفعله قصدك هاوري لقال كردنا كيبي عند ستياوك كي لو اختان نية ضهيك بيكي ومحلها القلب وشوين النية ناو ضلا فإن كانت الصلاة فرلا أقل نيجيكا كان يتيب وتيري نيجي فرز بو وجب نية الفرضية وقصد فعلها واجب نية فرضية لبيني فرضي أمني مرو فرضي أم عسرة مثلا وقصدي أوشد ببي نيازي أتبك أنجامي شي أدي قصدي أنجامي لكي وتعيينها ومعيني شي دياريك من نيجي سبحاني والرؤية من صبحين أو ظهرين مثلا أو كانت الصلاة نفلا يا أقل صلاتك النفل يقبو شو نفله نفلك ذات وقتين بو داره كراتبتين أو ذات سببين يا داره سببك تعبد بو كالإسسقاء وقنوجة بارانة لو كانت واجب قصد فعلها واجب قصد فعلك بكيك أي كي وتعينها ومعين شكي أما تنوجيك لا نية النفلية لو كانت نية نفلية نقرك بيجي سنة لسرم باش حربي والثاني القيام ركني دوام قيام يعني بباوويسيانا البته مع القدرة عليه أقر بتواني بسرو بباوويسي فإذا عجز عن القيام قعد كيف شاء يعني أقر عاجز بولا راوستان بباو وداعني شهر جور كخوي بي خوش بي ولي لقل ودا هر جور بي خوش بي داعني شي أما وقعوده مفترشا أفضل أما الدالش لكي بشيوي افتراش فضيلتي زياده خاتي خاتي جرقوني حاربي افتراش ولا تربع باشرة شوار من الكبدة باشرة شنك أو افتراش قعود عبادته حاربي ولي أقل هاتو بأي افتراش نكر تربو عكي باشرة نوعة هي إقعائي بيغل إقعائي يعني هلتروش كان قنوة العرزة داني وأجنو كاني آوى هرني هرية ومكروها لدانش نيجا باشرة كيتو وتمان معناه جاري سقوا دانيش عربي جوابي بيد سقنيش والثالث تكبيرة الإحرام سهمين لو ركنانا الله أكبر كردنا بونيش دابستن فيتعين على القادر بالنطق بها أن يقول الله أكبر بس دياري أبي يعني ترخان أبي لسر كسبت وانا كتوانا بنطق ببي والله أكبر بزاني زماني بيني بيجي الله أكبر ترخان لسري كبيجي الله أكبر أو ريش ودابس إليه فلا يصح الرحمن أكبر الرحمن جل خدايا برام الرحمن أكبر دروزنية يا نحوية ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدئ برام أكبر الله مثلا أي دروزنية ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء وأجر كسيجنا توان بين لواك نطق بعربي كب كاب الله أكبر بعربي ترجم عنها يعني ترجمي أكاتوا وري أجري كيف خويتي سفارسي بيا بربري بيا غير أوان بيا عربي وإن لم تكن على لغة الناوي بلغة يوكسن بيا كان يتكشد يعني لما تجي ترجمي تكبير بفارسي خداي بزرق تر ماشي جاله فخداي بمعنى الله وبزركتر بمعنى أكبر جاله وهو يعني بزركك بيضم البائي والزاي بزرك وسكون الرائي وسكون الكافي بزرك هنا وقافي أني دي أم جاله بزركتر وفتح التائي وإسكان الرائي كما في كتاب نعمة الله في اللغة الفارسية ولا يكفي خداي بزرقه بتركي بيواني لأنها بمعنى الله كبير نقروا تركي لقمان
فيفوت التفضيل المستفاد من تر يعني أو تفضيليك بكر قرقل إلى ترك أو إنهب فهو معها بمعنى الله أكبر فهو يعني أو خداي بزرقا معها لقل ترك بمعنى الله أكبر أم جار ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر ونابي مثلا لو لا أبدأ ولا ذكر كتر يعني بجيقي مثلا الله أكبر بيجي مثلا داي الله أعلم مثلا ويجب قرن النية بالتكبير وواجب بيوزبوني نيتك نيتك لا الله أكبر كحل بيكي حل بيكي أنا كشون قرن أي شاخة ها دوبزن شر شاخة كنا وشاخين اللي قدري اللي قال بيكي حالبي يعني أوي واجب حل بيكاني نيتك لا الله أكبر كا يعني وقت يعني لو لحظة واجي الله أكبر نيتك إيش دخلت هذي وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية يعني إمام نووي اكتفى بالمقارنة عرفية لا أدنى قازول بوخو بين عارف مقارنة ويانا بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة بجورك أو شخص وادان ريك لبيريتي كنوجك حزوري قلبي هي والرابع قراءة الفاتحة وشوار من من لأركاني نيش لو هجد الركنة فاندني سورة فاتحة لمن لم يحفظها أو بدلها يا بدلي فاتحة خويني بو أو كثيك فاتحة حفظني فارلن كانت الصلاة أو نفلة أعوش الله جالي لا إشارك أعرانيا لمن لم يحفظها ولم يجد ملقنا يلقنها له ملاقين في جنيه مثلا كابرنا يبلا دي بلا كعكة أو شو نجد معركة بكابرنا بلا إنكاحم كرتزوج ممكن ليش عم مثلا بيري بلا بسم الله الرحمن الرحيم أو أول بسم الله توجه الحمد لله رب العالمين بدو توجه وعلي الرحمن الرحيم هو ملاقين ولا مصحفا يقرأها فيه لبرم يعني بإخواني توا أو نحو ذلك عربي جاء وكوتتي أي بوهر حفظي وتا على فتعبره بالحفظي جري على غالبي أي قال مراده بالحفظ المعرفة بأي طريق من الطرق عربي كاتبه قال لما لم يحفظها يعني أي لم يعرفها بطريق أصلا ما ليش شوي نيزاني أو منزول وين فرلم كانت الصلاة أو نفلة عربي شفرز بين وجهك شنفل بين وبسم الله الرحمن الرحيم يج آية منها بسم الله الرحمن الرحيم آياتك لسورة الفاتحة كاملة آياتك كاملة ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا منها بحرف أقر كسي لسورة الفاتحة حرف يقلابا يا تشديد يقلابا يا حرف يقل سورة الفاتحة تبدل كابا حرف يتر لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد نقراءتك يدرس أن صلاتك أقر بعمدي أو كاري كري وإلا أقر بعمدي نبي وجب عليه إعادة القراءة هذا المثل وكذلك بيزاني ملاحتي وتيا وارد به مهارتي به إعادة قراءة كذا واجبة ويجب ترتيبها واجبة ترتيبك بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف آيات كان سورة فاتحة عارب ونظم بخوانيك لسريتي ويجب أيضا موالاتها وموالاتش واجبة بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس بجورك وبيوسك بعض الكلمات صرفتها ببعض كيترو ببيع وكفاصلة بدأ مقر بأن زيها ناس على الكيشان فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها أجر ذكر كويت النيواني بين موالاتك مثلا تو دعاية ويك الحمد لله رب العالمين سبحان الله يبكي لي وأجاب يجي الرحمن الرحيم مثلا وموالاتك قطعك إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة ما قال أو ذكريك إيكا بيواندي بمصلحة نيوجك وابي لو كاتا مثلا إمامك اشتباعك يأكس يشتبك كتأمين المأموم في أثناء فاتحته وكو إيمان كردني مأمو آمين كردني مأمومك لأثناء فاتحي فاتحك خويا لقراءة إمامه مثلا تقول لسكرة بفاتحة أخوان دين باشا لبر خطو إخواني دي لو لحظة إمام هواك
يا بو نجي سري يا بو أوك ممكن أم كابرا خو بيخواني نجي كي باطلني هاي سنية كابرا بدني برد نجي خواني ملا نجي مغرب خو تو فاتحة خواني خو نجي كي باطلنا هاي ايش خو تو كاتو تا مثلا تو قيشتوي تا اهدنا الصراط المستقيم لو كاتا أو ولا الضالين زعوا لو كاتا آمين يا كيو أمر جدو سر باقي نجي كي خواني وحرم بلى فإنه لا يقطع الموالاة وموالاة قطعناك حيث كان بلا عزي لا يترى عزي فإنه لا يقطع كتامين أي وإن لم يؤمن إمامه بالفتح بخلاف غير إمامه فإذا أمن لقراءته قطعها وكفتحه على إمامه إذا توقف بقصد القراءة ولو مع الفتح بخلاف ما لو قصد الفتح فقط أو أطلق فتبطلته ومن جهل الفاتحة كسر فاتحين زاني وتعذرت عليه ولي نعم ممكن عذر بوي لعدم معلم مثلا شو معلمنا بفيريكا وأحسن غيرها من القرآن ولغير فاتحي لا قرآن باشر زاني وجب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة واجب لسري حو آيات بشوين يكاهاتو بعوض لبري فاتحة يا حو آياتي متفرقة فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بدلا عنها يعني أجر عاجز بيوه لقرآن مثل قرآني بو جيب جينبي ذكرك ببدل لبري قرآنك لبري فاتحة بحيث لا ينقص عن حروفها بلا معشي أو بدلك إيهاني وجوربه كم تر لحرف كاني سور الفاتحة نبي بو أنازة بي بو أركا كي قران تر بي أما نبج ميري وبو أنازة وان فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا أقل نا قرآن ونا ذكر حشي بباشينا دزاني ناشرين يا زاني زاني أقل لم يحسن يعني ممكن كواتا زاني شوانا أقل اشتاكا هربي خوانا هنا حسن بي هربكارنا هيا وقف قدر الفاتحة بأنازي أو نيك سور الفاتحة وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها لبعض النسخ وهات يجي قراءة فاتحة كدعاء بسم الله الرحمن الرحيم وهي بسم الله الرحمن الرحيم آياتك شلو كواتا أول رنجهر باش نبي أو نسخة جاء والخامس الركوع باشا في الجميع ما الركوع اللي بما بيسم ليلا أبا بيسم كذلك موفق إن شاء الله.